لفتح هذا الملف، ملف ترحيل اللاجئين غير القانونيين من بريطانيا إلى رواندا. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. دكتور نعمة، مرحبا بكم. يعني بعد اتخاذ بريطانيا قرارها المثير للجدل، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا بتعطيل رحلة المهاجرين إلى رواندا. في هذا المفصل، في هذا الإطار، هل يمكن التعويل على هذا القرار، لا سيما ان بريطانيا يعني اكدت انها ستضع العديد من اللاجئين على الرحلة التالية؟ اهلا وسهلا بك اخي الكريم وبمشاهدي قناة الرافدين. اهلا بك الكريمة. اهلا بك سيدي. عزيزي، بريطانيا، احنا يجب ان ناخذ فد نبذة مختصرة قبل أن ندخل بالموضوع. هؤلاء اللاجئين، هؤلاء المغرر بهم الذين أجوا من ديار بعيدة ومخاطر وكثيرة، من هو سبب هذه المشكلة؟ من هو الذي أوجد هذه المشاكل؟ هي أمريكا، بريطانيا، لسبب هل دخولها دول كانت آمنة في مستقبلها وفي اقتصادها وفي سياستها وفي سكنها، فكل يعني المجتمعات كانت مستقرة. لكن مع الأسف الشديد بعد الغزو للعراق 2003 وما بعدها، بالتأكيد أنه راح يكون هنالك طلب لجوء لقضايا أمنية، لقضايا اقتصادية، لقضايا سياسية وهكذا. وأيضا باليمن، أيضا في سوريا، أيضا في لبنان، أيضا في اليمن وأفغانستان، نعم، وغيرها وغيرها. إذن هؤلاء اللاجئين الذين يأتون إلى الدول الغربية بحثا عن الأمان وعن لقمة العيش، ولذلك هم مضطرين لما يخاطرون بعوائلهم بأنفسهم لعبور هذه البحار والوصول إلى بر الأمان. لكن مع الأسف الشديد أنه بريطانيا اتخذت قرار غير منصف بحق هؤلاء اللاجئين، الذي يجب عليها أن تقدم لهم الرعاية والخدمة وتستوعبهم في كل من مراحله واختصاصه وتستفيد منهم. لذلك أنا أعتقد أنه المحكمة الأوروبية لما اتخذت القرار كان قرار صائب، وهو أنه لماذا ترحلون هؤلاء الذين أتوا كلاجئين لطلب الحماية، لطلب الأمن، لطلب الاقتصاد. بطلب الأمن والاقتصاد، أقف عند هذه النقطة دكتور نعمة. قيل إن سبب توقف رحلة المهاجرين إلى رواندا هو تقديم رجل عراقي تعرض للتعذيب في بلده طلبا إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للبت في قضيته. هذا الإجراء وهذا الرجل العراقي، كيف سينعكس ذلك على صورة ملف حقوق الإنسان في العراق على الساحة الدولية دكتور؟ أخي الكريم، المفروض هو انطلاقا من هذا الشخص الذي المحكمة الأوروبية تقول إنه إذا رحل فحياته في خطر. إذن لماذا تقدم الحكومة البريطانية على هذا الإجراء التعسفي ضد شخص إنه تعرف إنه ربما يتعرض أو تتعرض حياته لخطر محدق؟ ولذلك عليها أن تعيد النظر بهذا الأسلوب وبالذات لهذا الشخص قبل أن تقرر ترحيله. تدرس السبب، أسباب لماذا، كيف، كذا، وبذلك أنه تصبح المسألة قانونية وليس هي سياسية. بس مع الأسف الشديد أنه هاي وزيرة الداخلية ماخذ قرار أنه لا للعودة ويجب ترحيل ويجب كذا وما. زين، انت ادرس الحاله واتخذ القرار الصائب، واكيد انه ما حد راح يكون ضد القرارات القانونيه الصحيحه.
دكتور، هذا القرار من قبل بريطانيا هل سيحد من الهجرة غير الشرعية غير القانونية إلى أراضيها من وجهة نظركم؟ أنا أعتقد لن تحد، لأن الإنسان إذا هو يرى نفسه وعائلته في موقف لا يحسد عليه فهو يتطلب أو يعبر البحار والأنهار في سبيل لقمة عيشه وسلامة أهله وعائلته. فلا يمكن، لا يمكن أنه هذه الإجراءات التعسفية أن توقف، أن توقف طالبي اللجوء أو ما يسمى بقوارب الموت وإلى آخره، لأن الإنسان يبحث عن الأمان، عن الأمن والمسائل الاقتصادية. طيب، وهي حق مشروع لكل إنسان. دكتور نعمة، هذا الإجراء البريطاني هل سيفتح الباب على مصراعيه لدول أوروبية أخرى تقوم بترحيل المهاجرين غير النظاميين أو غير القانونيين، تعتقد ذلك؟ والله أخي الكريم، اليوم قرأت أنه الدنمارك أعتقد راحت تكون في نفس الاتجاه، في هذا الاتجاه، وأيضا الكيان الصهيوني في عام 2014-17 ايضا انتهج نفس السياسه. ولذلك العفو، لا استبعد انه كثير من الدول الاوروبيه تنتهج هذه السياسه. دكتور نعمه، يعني السؤال المحوري ربما نسال عنه حتى في الشارع وايضا في مع الناس، لماذا اختارت بريطانيا رواندا بالتحديد، لا سيما وانت تعرف ان رواندا دوله فقيره؟ يعني نعم اخي، دوله فقيره نعم، ولكن رواندا اعطوها ما يعادل 125 مليون جنيه، اي ما يعادل 148 مليون دولار. ولذلك انه هذه المبلغ بالنسبه لرواندا يعتبر مبلغ كبير، ولذلك قبلت بهذا العمل انه ياتون عليها مرحلين ضمن شروط معينه اللي هي مساله عدم المساس بالامن، ما يكون محكوم عليه كذا وما ادري شنو. بس مسألة أخي لا يمكن أن تنجح بكل بساطة، لا يمكن أن تنجح، وستوقف الحكومة البريطانية هذا القانون. عبر سكايب من لندن، الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي، شكرا جزيلا لكم.